بالحقيقة تأتي مثال لراؤول غونزاليس في نادي ريال مدريد لتتفرج عليه الأجيال القادمة. هنا محاولة وخطيرة وهدف أول يأتي لصالح فريق إنتر كلوب. هدف أول يأتي لصالح فريق إنتر كلوب. إنتر كلوب إذن يدون هدفه الأول في هذه المباراة. هدف أول لإنتر كلوب وفرحة طالت كبار والجماهير التي تنتشي بهدفه. مرة ثانية وحتى وعشرة في الكرات العرضية. مرة عاشرة وأكثر من ذلك في الكرات العرضية هي سلاحهم الوحيد وهي حلهم الوحيد الكرات العرضية. يأتي الهدف أمامنا الآن لصالح فريق إنتر كلوب. هدف أول تعزف عن نغم الخاص الأنغولي وإنتر كلوب. يأتي الهدف عن طريق اللاعب الحاضر أمامنا في الصورة جواو المدافع. كرة عرضية عن طريق باتي عالي أمامنا. الراجل أعلى من الجميع ارتقى في الكرة الماضية والمتابعة عن طريق جواو. أمام كم لاعب في حالة فرجة على لاعبي إنتر كلوب. وهدف أول لإنتر كلوب. ليس هذا هو الإنتر.